السلام عليكم اخواتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك فيه معكم طريقه اللي تخزنوا بها الثوم مده طويله بلا ما يفسد لكم. بما انه يعني الثوم راه السعر تاعو الوقت هذا راه شويه هبط، تقدروا تشريوه وتخدموه وتخبيوه، كاين بزاف اللي يخبيوه، يبقى لكم مده طويله كما قلت لكم بلا ما يفسد لكم. قلنا لكم الطريقه اللي تخبيوه فيها، كيفاه تحتفظوا به، وشنو هي الطرق اللي تقدروا تخبيوا بها الثوم تاعكم. شوفوا البنات، هنا الثوم بعد ما تكونوا قشرتوه، تقشروه كامل، تغسلوه مليح كما راكم تشوفوا، هذه الكميه اللي كانت متواجده عندنا. هنايا كاين حبات لي شويه تلقيهم كشغل ذبلو، بصح معليش يعني كي ترحيوهم راحين يوليو نورمال. هنايا اولا راح نبدا نحطو انا في الروبو، ولا ترحيوها نتوما في الاشوار، ولا واش راكم حابين ترحيو الحاجه اللي كانت عندكم تقدروا ترحيو فيها. المهم هنايا انا راح نرحيه في الروبو كما راكم تشوفوا، حنحط كميه. شوفوا البنات، بالنسبه للثوم يعني سيرتو دوكا جاي رمضان، باذن الله تقدروا تخدموه وتخبيوه رمضان، مي يزاد لكم تخبيوه في الكونجيلاتور. تحطوه كما قلت لكم في العلب وتخبيوه. هنايا حنملح شوي باه يعني كي يتخلط الفرحة كامل يجيني مملح. هنايا راح نبدا نرحيه. شوفوا لنا انا بعد ما كملت رحيت هذه الكميه، هنا بعد ما ترحيت البنات شوفوا ما ترحيوهش يعني بزاف بزاف رقيق. شوفوا لهنا قرب لكم في الفيديو باش تشوفوا كيفاه جا. هنا هذه الكميه الاولى هكذا، المهم نحاول انكم تقسكمش يعني بالماء كامل، يعني خليوه كي تغسلوه كي تقشروه وتغسلوه خليوه حتى ينشف لكم مليح، ومن بعد ابداو ريحيو فيه. شوفوا البنات هذه هي الكميه، راح نزيد نكمل نرحي الكميه الثانيه يعني اللي بقات لي، ومن بعد نعطي لكم الطريقه كيفاه تخبيوه، يعني باه يبقى لكم كما قلت لكم مده طويله ما يفسد لكمش. تحبوا تخبيوه في الكونجيلاتور، تحبوا حتى انكم تخبيوه في الفريجيدير من تحت برك، بصح ولكن احسن حاجه انكم تخبيوه في الكونجيلاتور باه ما يفسد لكمش. دوكا الثوم كيما على بالكم هو ثوم اصلا غالي، ودوره والسعر تاعو يزيد، على هذا افضل حاجه انكم تديروه تخدموه وتخبيوه. انا لهنا البنات يعني كنت غسلته غير دوكا برك، هو افضل حاجه انكم تخليوه ينشف مليح باش ما يبقالكمش فيه الماء، ومن بعد تديروا له وترحيوه. هنا حنزيد كميه من الملح كيما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعد نبدا نزيد نرحي فيه. هذه لهنا البنات الكميه الثانيه اللي درتها، شوفوا كيفاه يجي الله يبارك الثوم تاعكم. المهم ان انكم تعرفوا كيفاه تخبيوه برك باه ما يفسد لكمش، وباه ماشي كي تخبيوه من بعد تلقاوه داير لكم فيه يعني صوف لكم الفوق، ولا يعني يقعد لكم كيما راه. شوفوا لهنا الكميه بعد ما رحيتها قداه جات الله يبارك. تقدروا ديروه هنا في العلب زجاجيه ولا تاع البلاستيك باه تخبيوه فيها، باه يقعد لكم كيما راهو ويطول لكم، يقعد لكم حتى عام البنات ما يفسد لكمش هذا الثوم، خلاص كيما راهو يبقى لكم. شوفوا كيفاه جا. ولهنا البنات بعد ما تكملوا ترحيوه كامل، شوفوا الطريقه اللي تخبيوه فيها، حطوه هكذا في علب تاع الزجاج ولا علب تاع بلاستيك، ونكم تغطيوه مليح هذا مكان، يعني تغلقوا العلب تاعكم مليح، وقت ما تحتاجوا تجبدوا ولا تقسموا على عده علب يكونوا صغار، يعني باه ما تجبديش ديما تجبدي غير العلبه الكبيره، تقدري غير تحطين في علب صغار، ووقت ما احتاجتي راكي تجبدي بالعلبه حتى تخلص لك تجبدي العلبه الاخرى. شوفوا جات كميه الله يبارك. هذه هي الطريقه اللي تحتفظي بها من الثوم، خير من انك تخليه حبات ومن بعد تلقيهم يبسوا لك، ولا على بالكم بلي الثوم ثم يفسد. افضل حاجه انك تخدميه هكذا، ووقت ما احتاجتي راكي تستعملي منه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به البنات كيما قلت لكم هذه الطريقه هكذا، يقعد لكم حتى عام وهو في الكونجيلاتور ما يفسدش، يقعد كيما راهو. شوفوا الطريقه هذه هي، غير ترحيه
وتحطيه في العلب تاعك وتخبيه، يبقى لك مدة عام بلا ما يفسد لك. يعني تقدري حتى انك كيما قلنا جاي رمضان تقدري تحضريه وتخبيه رمضان.